بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي ندير معكم تقويم نهاية الأسدوس الأول ودعمه. اليوم يعني غادي نديرو صفحة 45 من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. هذا هو التقويم النهائي ديال الدورة الأولى الأسدوس الأول. يعني هاد الأنشطة اللي غادي نديروها اليوم كتهم كل من الوحدة الأولى التغذية والصحة، الوحدة الثانية التربة، وكذلك الوحدة الثالثة خاصيات المادة والخلائط والذوبان. إذا هو تقويم نهائي، تقويم إجمالي للوحدة الأولى الثانية والثالثة. نبدأ بالنشاط رقم واحد. يمثل الجدول كمية الطاقة المستهلكة في الساعة في وضعيات مختلفة. إذا هذا الجدول هو هذا، عندي الصور كذلك وعندي الكمية ديال الطاقة المستهلكة، كمية الطاقة المستهلكة بوحدة حرارية في الساعة. إذا عند وضعية الجلوس تستهلك 415 وحدة حرارية، سباق السرعة 1500 وحدة حرارية، كرة القدم 3100 وحدة حرارية، وعند النوم 260 وحدة حرارية. مفهوم؟ إذا عندي جوج ديال الأسئلة في النشاط. السؤال الأول ألف، أحدد الوضعية التي يستهلك فيها الشخص كمية أقل من الطاقة. فين هي الوضعية من بين هذه الوضعيات بربعة بهم اللي كيستهلك فيها الشخص كمية أقل من الطاقة؟ يعني كنستهلكوا فيها واحد الكمية قليلة ديال الطاقة. لذلك كتلاحظوا هنايا من بين هذه الكمية ديال الطاقة النوم هي أقل كمية ديال الطاقة المستهلكة بوحدة حرارية في الساعة. مفهوم؟ إذا 260. إذا الوضعية التي يستهلك فيها الشخص كمية أقل من الطاقة هي الوضعية الرابعة اللي هي وضعية النوم. الوضعية الرابعة النوم يستهلك فقط 260 بار داكوغ 260 سعرة حرارية أو وحدة حرارية في الساعة. مفهوم؟ السؤال الموالي، الوضعية التي يستهلك فيها الشخص كمية أكبر من الطاقة. إذا فين هي الوضعية من بين هذه الوضعيات بأربعة بهم اللي كيستهلك فيها الشخص واحد الكمية أكبر من الطاقة؟ إذا هنا كما كتلاحظوا 415 1500 3100 260. إذا وضعية كرة القدم هي الوضعية، إذا الوضعية الثالثة، وضعية ثالثة اللي هي وضعية كرة القدم، القدم هي اللي فيها كيستهلك الشخص واحد كمية كبيرة ديال الطاقة. القدم اللي هي كتستهلك 3100 داكوغ 3100 ديال الوحدات حرارية في الساعة. سؤال ب، أربط العلاقة بين المجهود العضلي والحاجيات الطاقية. إذا شنو هي العلاقة ما بين المجهود العضلي والحاجيات الطاقية؟ إذا العلاقة هي كالتالي، إذا ترتفع ماذا؟ ترتفع حاجة الجسم للطاقة، يعني كترتفع الحاجة ديال الجسم للطاقة مع ازدياد ماذا؟ مع ازدياد، قريناها في أول درس، مع ازدياد النشاط أو حدة النشاط، حدة النشاط. فهم؟ مع ازدياد حدة النشاط. الجرى ماشي هو كرة القدم، كرة القدم ماشي هي النوم، والنوم ماشي هو الجلوس، داكوغ؟ سباق السرعة ماشي هو كرة القدم، السباحة ماشي هي هذا، داكوغ؟ يعني أن الحاجة ديال الجسم للطاقة كترتفع مع ازدياد حدة النشاط. مفهوم؟ نمروا الآن للنشاط رقم 2، أكتيفيتي 2، جيكخي فغي أو فو دوفون شاك فراز. قبلت كل جملة غادي ندير إما فغي صحيح أو خطأ. إذا عندي أ، العبارة الأولى، لي فيغ دو تيغ أنغيشيس لو سول أون ماتيغ أورغانيك، يعني ديدان الأرض كيغنيو التربة من المواد العضوية، صحيح أو خطأ؟ دونك راه باينة هادي فغي، داكوغ، عبارة صحيحة. داكوغ، فراز ب، لو سول فافورابل أو كولتور، يعني التربة الصالحة للزراعة، إي كاركتيريزي، كتميز باغ أون بيرميابيليتي موين، كتميز بنفادية متوسطة. هنا صحيح، هنا قلنا بأن التربة الرملية فيها نفادية كبيرة، والتربة الطينية فيها نفادية قليلة جدا. إذا التربة المختلطة يعني الصالحة للزراعة كتميز بواحد النفادية اللي هي متوسطة. سي لو سول اي ان ميلونج دو ماتيغ اورغانيك اي دو ماتيغ مينيرال. لو سول يعني التربة هي واحد الخليط ديال المواد العضوية والمواد المعدنية. إذا حتى هي فري.
D'accord. D, tous les êtres vivants du sol ont la même taille et différents par leur forme. Et d'un autre côté, que jamais le cas inédit le pays d'Al Torba, un des neufs, le Qad, quatre telles facettes le madhar d'Al. D'accord. Et d'un autre, هذه عبارة خاطئة. داكوغ فو، لأن احنا عارفين بأنه كاينين حيوانات صغيرة وكذلك عندنا حيوانات دقيقة وكذلك عندنا حيوانات دقيقة جدا لا ترى بالعين المجردة. أو لي زو دو بلوي يعني الماء ديال المطر، لو فون الرياح، اي لو سورباتوراج والرعي الجائر سون دي فاكتور هما عوامل ديال حتى التربة دو ليغوزيون دو سول. صحيح أو خطأ؟ دونك سي vrai. Les brise-vents protègent le sol contre l'érosion. Donc, had les brise-vents qui hafdo ala tourba min al had sahih. Vrai. La phrase G, plus le sol est fertile, yani kul ma kanat al tourba khisba, plus la production de la richesse en animaux est faible. Kul ma kan al mantouj al hayawani naqs. Hadi khata. Ila kan tourba khisba kat'atina wahed al mahsoul zara'i w kat'atina nabatat li kat'ghadda 'liha dak al hayawanat bash kat'atina wahed al mantouj hayawani li huwa kbir. Idan hadi ibara khati'a. Fo. داكوغ. إذا سالينا الآن نشاط رقم 2، نمروا للنشاط رقم 3. نشاط رقم 3، ألاحظ الصورة وأضع علامة في. إذا غنلاحظ هذه الصورة هذه وغادي ندير علامة في خانة الاقتراح الصحيح. شوفوا عندي ثلاثة ديال الأسئلة. ألف، العامل المسؤول عن حتى التربة في الصورة هو، فين هو العامل في نظركم اللي كيساهم في حتى التربة هنايا؟ واش هو الرياح ولا مياه الأمطار ولا الرعي الجائر؟ إذا على ما أظن بأن مياه الأمطار هي العامل المسؤول عن حتى التربة في هذه الصورة. داكوغ. باء، يعني شنو داك المياه ديال الأمطار كتكون قوية هي اللي كتساهم في هاد الحت ديال هاد التربة، مفهوم؟ باء، يصنف هذا العامل ضمن العوامل البشرية والعوامل الطبيعية. يعني مياه الأمطار هي واش عوامل بشرية يعني من صنع البشر أو عوامل طبيعية من الله سبحانه وتعالى؟ إذا هي عامل طبيعي. داكوغ. عامل طبيعي. جيم، يؤدي هذا العامل إلى ماذا؟ إلى تطاير مكونات التربة في الهواء، إلى انجراف التربة، إلى نقص تماسك مكونات التربة. إذا هاد العامل كيؤدي إلى انجراف التربة. داكوغ. إلى انجراف التربة. إذا هادو هما الإجابات الصحيحة في النشاط رقم 3. نشوفوا النشاط الأخير، النشاط الرابع. أصل بخط كل خاصية الذوبان بالعوامل التي تؤثر عليها. إذا بالنسبة لخاصية الذوبان، عندنا القابلية للذوبان وعندنا سرعة الذوبان. هنا عندنا تحريك الخليط، درجة الحرارة، حجم الحبيبات وطبيعة المذهب. إذا أولا بالنسبة لقابلية الذوبان، يعني باش تكون الحاجة قابلة للذوبان سيكون نشوف أول حاجة طبيعة المذهب. أول حاجة نشوف طبيعة المذهب. ثانيا نشوف حجم الحبيبات. هذا بالنسبة لسرعة الذوبان، كنسرعوا الذوبان باش إما بتحريك الخليط ولا بدرجة الحرارة، كنزيدوا درجة الحرارة. داكوغ. إذا قابلية الذوبان عندها علاقة بحجم الحبيبات وطبيعة المذهب، وبالنسبة لسرعة الذوبان كتعلق بتحريك الخليط ودرجة الحرارة. وبهذا غادي نكون كملت الحصة ديال اليوم، الصفحة 45 من الكتاب المدرسي اللي كتخص تقويم نهاية الأسدوس الأول، التقويم النهائي ديال الوحدات 1 و2 و3، التغذية والصحة، التربة والخلائط والذوبان وخاصية المادة. كنتمنى أنكم تكونوا كتستفدوا معايا في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.